وللحديث وتحليل أكثر حول أداء الأسواق العالمية انضم إلينا سيد رائد الخضر، وهو كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي. أهلا ومرحبا بك معنا رائد. نفتتح الحديث بأرقام البيانات الصينية والمتعلقة بمستويات النمو، جاءت عند 6.3%، أقل من التوقعات، ولكن تستهدف الصين نمو عند 5%. هل السبب يعود إلى أن الصين تعلم جيدا بأنه العالم لن يحتاج نمو بأكثر من 6% و5%، وبالتالي أي زيادة عن هذه المستويات، أي 5%، يعني تكدس الإنتاج لديها والبضائع؟ صحيح، إلى درجة كبيرة. طبعا نحن نعرف تماما أنه السبب في هذا الانتعاش كانت هي بنتيجة أنه التخارج من الريستريكشنز، وحتى الآن يؤدي الاقتصاد الصيني أداء جيدا للربع الثالث من هذا العام. ممكن جدا أنه خلال تعاملات الربع الأخير أنه يكون الأداء إيجابي. مثل ما تفضلتي، نحن حاليا بالنسبة للاقتصاد الصيني الأنظار تتجه من كل الاقتصادات إلى هذا الاقتصاد الذي يمثل طلب حقيقي على أسعار النفط، الذي يمثل أيضا الشرارة التي تفجر بمستويات التضخم بالارتفاع في معظم الاقتصادات حول العالم. بالتالي ممكن يكون سبب كبير إذا كان هناك نمو مبالغ فيه بالاقتصاد الصيني أن يكون في عندنا نوعا ما ريسيشن أو سبب للركود الاقتصادي في معظم الاقتصادات العالمية. إجمالا خلينا نركز أكثر على أنه تم استيعاب البيانات الصينية اليوم سواء في الأسواق الآسيوية أو الأوروبية على أنها بيانات سلبية نوعا ما، وعلى أثر ذلك كان هناك تراجع في الإكويتيز أو مؤشرات الأسهم إجمالا في الأسواق الآسيوية والأسواق الأوروبية على وجه التحديد. على الرغم من أنه يعني نحن نعتبر هذه البيانات ليست بسلبية كبيرة للاقتصاد الصيني الخارج من أزمة الريستريكشنز مؤخرا، والذي لا يزال يناضل نوعا ما فيما يتعلق ب المستويات الطلب الحقيقية على الإنتاج الذي يحققه الاقتصاد الصيني على مستوى التصدير عالميا. نعم، ننتقل أوروبيا هذه المرة. هذا الأسبوع مرتقبين أيضا خطاب لكريستين لاغارد، وأيضا عم نلاحظ التحركات الإيجابية على اليورو اللي سجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 2% خلال الأسبوع الماضي، وعم بلامس أعلى مستويات في 16 شهر. برأيك اليوم، وخاصة أيضا نحن بانتظار بيانات التضخم من منطقة اليورو، هل من يعني من المعقول أن نرى بالنسبة للتصريحات أيضا صندوق النقد بأننا وصلنا إلى الذروة في معدلات التضخم؟ هل من المتوقع أن نرى هناك تباطؤا في البيانات المقبلة؟ أنا أعتقد بالنسبة للاقتصاد الأوروبي يعني عاملين أساسيين كان قد ساعدا على ارتفاعات زوج اليورو دولار الأمريكي اللي شفناها. أول شيء ضعف الدولار الأمريكي الذي يعني سبب ارتفاع كل نظراءه أمامه من العملات أو حتى السلع. نحن شفنا الدولار الأمريكي كيف وصل لأدنى مستوياته بأكثر من شهرين، ومن ثم عاد الارتفاع بعض الشيء. فبالتالي إجمالا سبب عنا القوة. وأيضا النقطة الأهم اللي هي اقتراب نهاية دورة التشديد النقدي في الاقتصاد الأمريكي أو من المركز الفيدرالي الأمريكي، في حين تأكيدات إضافية من المركز الأوروبي باستمرار نهج تشديد السياسة النقدية لفترة ممتدة ممكن يكون حتى منتصف العام القادم. ذلك يسبب قوة في اليورو وتوقعات أكبر في ارتفاعات اليورو. من الناحية الفنية، نحن تجاوزنا مستويات مهمة جدا كمستويات مقاومة على هذا الزوج، ويفتح المجال تشوت أب أو ليرتفع أكثر نحو مستويات 1.14 هذا الزوج في الفترة القادمة، نتيجة مثل ما قلنا الجاب راح تكون أكبر فيما يتعلق بالسياسات النقدية أو توجهات السياسات النقدية في الفترة القادمة. طيب رأيت، خلينا نذهب للسلع تحديدا النفط. يعود الإنتاج الليبي، وبالتالي اليوم وجدنا تراجع في أسعار النفط بسبب المعروض، وبزيد علينا الضغط أكثر البيانات الصينية، مع أنه المتوقع بعد بيانات الانكماش في مؤشر أسعار المستهلكين في التضخم وتحديدا المنتجين كذلك، أنه ممكن يكون عندنا خطط تحفيزية. لأي حد النفط سيبقى عالق أو رهنة البيانات الصينية وتحسن الطلب فيه؟
يعني اعتقد انه النفط حقق نقله نوعيه بالفتره الماضيه، ونحن شفناه كيف ارتفع بشكل جيد مع امال انه يكون في عندنا تدخلات اكبر من اوبك بلس لتقليص الانتاج، وايضا كانت هناك نوعا ما امال ايجابيه بالنسبه للطلب في الفتره المستقبليه. اضف لذلك ضعف الدولار الامريكي في الاونه الاخيره او في الاسبوعين الاخيرات اللي كان سبب ايضا ارتفاعات اسعار النفط. اعتقد من الان حتى موعد قرار الفدرالي الامريكي القادم راح يكون في هناك نوع من قوة في الدولار الأمريكي في الفترة القادمة، نتيجة أنه لا تزال الآمال أنه يكون في رفع لأسعار الفائدة بناء على تصريحات الفيدرالي وليس بناء على معطيات الاقتصاد، إنما تأكيدات الفيدرالي الأمريكي كانت يعني شبه أكيدة أن هناك سيكون رفع لأسعار الفائدة، بالتالي يتم تسعير ذلك حتى موعد 25-26. قوة في الدولار الأمريكي ممكن قد يعني تترجم في الفترة الحالية على ضعف مؤقت في أسعار النفط، وفي نفس الوقت شفنا البيانات الصينية نوعا ما قللت من الجاذبية، لكن خلينا نكون واضحين بالنسبة للمستويات ال 71.80 لل WTI تعتبر مستويات مهمة ومفصلية، قد تمنع النفط من الهبوط بشكل كبير جدا ويعود للارتفاعات بشكل أكبر. الطريق مسهل وممهد أكثر للارتفاعات في أسعار النفط، وأي ضعف أو تراجع رح نسمع أكثر تصريحات عن تقليصات إضافية أو تطوعية حتى من أوبك بلس. نعم، رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا لكم.